فقد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد موقع حادث انزلاق إحدى الكمرات الخرسانية أثناء تركيبها بمحور الفريق كمال عامر بنطاق حي بولاق الدقرور، ما أسفر عن حالة وفاة وإصابة 5 من المتواجدين بموقع العمل بإصابات طفيفة. واستمع المحافظ من الشركة المنفذة عن ظروف وملابسات الحادث، الذين أكدوا اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامة بمحيط مواقع العمل، وأن الحادث لم يؤثر على السلامة الإنشائية للمحور. كما حرص محافظ الجيزة على الاطمئنان على حالة المصابين بمستشفى أم المصريين.